بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نشرح كيفية عرض الملف بصفحتين بواجهتين واحدة بجانب الأخرى، طبعا وذلك لغرض التنسيق بالصفحتين بشكل متزامن بآن واحد. يعني مثلا لو عدنا هذا الملف بصفحات كثيرة وحبينا ناخذ نسخ من النهاية ونضيفه إلى البداية، طبعا العملية جدا صعبة، ننزل ونصعد خصوصا إذا كان عندي الصفحات كثيرة. الحل هو من نافذة عرض نختار نافذة جديدة. نلاحظ أنه صار عندنا ملفين، الملف الأول والملف الثاني، طبعا هو نفس الملف ولكن واجهتين، عرض بواجهتين. راح نعرض هذه الواجهتين أو الملفين بآن واحد، كل ملف راح يكون بجانب. نذهب إلى نافذة عرض ومن ثم نختار العرض جنبا إلى جنب. نلاحظ أن الملف راح ينعرض بآن واحد. إذا لاحظ أنه عملية النزول والصعود هي متزامنة، إحنا نريد هذا الملف مثلا يوصل للنهاية وهذا الملف للبداية حتى نأخذ كوبي ونلصق بهذا الملف. طبعا هنالك أمر هو الذي يعمل التمرير بشكل متزامن. الأمر هو بنافذة عرض، هذا الجزء اللي هو تمرير متزامن، فقط نضغط عليه حتى يتم إلغائه. لاحظ أنه هنا راح يكون عندي تمرير بشكل منفصل وغير متزامن مع الملف الآخر. بإمكاننا نأخذ كوبي من الملف الآخر أو قص ونضيفه بالملف الأول بأي مكان احنا نحب، وبالتالي راح تكون عندنا حرية بعرض صفحات الملف بشكل مختلف.